جينا من دوك لزامي حرامي ولزامي. بالله عليكم توحشتونيش بربي العيال العظيم تتوحشتوني والله تتوحش. اليوم نهار كامل ما درت ستوريات ولكن اليوم في الليل غيكون ستوريات. بما انني كنهضر على ستوريات واحد الهديه جاتني من متابعين من الاردن وشكرا لهم بزاف بزاف. جاتني واحد الهديه الاسبوع هذا واقسم بالله الا نسيتها يلاه تفكرتها. الهديه شنو فيها؟ ستوري الجاي. هذا اللي عطاني هديه ذكي. علاش عطاني هديه فيها ميك اب بنات؟ يعني فهم راسك رايده وديرها هديه الرغده على اساس انا اللي جايبها. ها ها يلا طارارارا هدية استنى بقشر بطاطس. هذه احسن من البطاطس. يلا ميك اب بما انك انت جميله بدون ميك اب فجبت لك ميك اب عشان الله حط الميك اب بليز. انا كنت جميله بدون ميك اب بصراحه. انت حلوه بدون ميك اب. يلا افتحي افتحي. هذا مو ذوقك. مين جايب لي هديه؟ لا لا والله اه اكيد مو انت. والله انا اقسم بالليل انا جبتها من الريسبشن. من جاب صراحة جابوها يا روسارة. السلام عليكم يا روسارة. شكرا. لم تضبطوا معنا. واخيرا سديب نزلوا واحد الفيديو اللي كنت كنتظروا من شحال. هذه ستوري الجاي غلقوا الفيديو سوايب اب وهذا الفيديو غيخليني انني نتحمس وندير جزء الثاني والثالث والرابع والخامس حقاش الحرب بدات مع رب. شنو هو يا رضا وين وصلت؟ تنسالي كما شفتوا دابا في الفيديو في ستوري اللي قبل بغيتكم كاملين دابا ديروا سوايب اب وتكتبوا في التعليقات شنو. لا 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 شنو هذا؟ كتبوا رضا فاميلي. شنو هذا؟ شنو رضا رضا بلاش معاش ترجع لي أوعية. ايش الأوعية؟ أوعية اللي أخذتهم من السماء رجعتهم. ليش يا ربك احمد يا ربك انا اعطيتي أوعية فقط فيديو. انت كل يوم واخذ أوعية. كل يوم ماشي. وي انا باقي حي وبخير والحمد لله كل شيء مزيان. بالبارح ما حطيت ستوريات وما حطيت ستوريات ديال الليل. اليوم غيكونوا جوج مواضيع بطبيعة الحال والحمد لله راني بخير وجمعة مباركة عليكم كاملين. احسن حاجة ان غدا غادي يتحل الحظر الحظر ولا الحظر المهم وحده فيهم غادي يتحل هذاك الحظر وغادي نوليو نقدر عندنا يكون لاكسيل بزاف البلايص هنايا في عمان. غادي نحاول ندير توغ شوية لعمان نعرف بلايص فيهم حيت ما خرجناش مره من التحدي ما شفناهمش. نحاول نمشي ان شاء الله بحول الله غدا لواحد البلاصه كيقولوا لها وسط البلد. غادي نمشي تما وندير لكم دي ستوري تما. بلاصه اللي واعره بزاف ومن احسن البلايص اللي عجبوني في عمان. اول حاجه شكرا بزاف بزاف خويا شريف حسين على هاد الرسمه الزوينه. غادي نزيد على واحد جوج رسمات عندي ليه في المغرب. وشكرا لواحد الصديق سميتو عبد الوهاب مرزاقي. ياك عبد الوهاب مرزاقي صيفط لي هاد التصاور هادو اللي مصورهم هو بيدي وهاد البورت كلي هذا ديال الجزائر اللي جابوا لي من الجزائر. شكرا لكم بزاف بزاف. شكرا لكم بجوج صراحه هادي حاجه كتفرح وليا الشرف انني يوصلوني بحال هاد الحوايج هادو صراحه. ما عدتش بحسب الصفحات ما عدتش بحسب اللي قلام ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوهام. كفايني كيف ما شفتوني عند هشام البارح بالليل هدرت على واحد الكونت اللي حاول انه يهكر لي الحساب ديالي ولا ياخذوا لي واعطيته 5 دروس على انه يحسن من مستوى الهندسه الاجتماعيه ديالو وكيفاش يقنع الناس باش يوليو كليكيو على ليا. صراحه انا صعيب نكليكي على شي ليا حيت صراحه تخنتيش هذا كنت كنخنتش انا في صغري
وكنت سبامر وكاع داك التخربيق ديال السكامه وكاع داكشي يعني حافظه حافظه واكله يعني صعيب شي واحد يصيدني بهاد اللعيبات هادو. ولكن الكونت فيريفي كيفاش انستغرام تعطي لا فيريفيكاسيون لواحد خينا اللي كيدخل عند الناس وكيهاكي لهم الكونتات ديالهم باسم انه هو يعني واحد من سيبور ديال انستغرام. ولكن يا خويا طحتي في صحاب دعوتك اللي هما المغاربه ديري في من طحتي في المغاربه انا حتى انا غادي نطاقي هنا لا صبحت يا وليدي يا وجهي يا وجهك ها لا كنتي كتفهم بعد الدارجه لا صبحت يا وجهي يا وجهك وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على كلمه سنايبرز هو المجموعه اللي بدات معايا من سنه 2017 وراها مجموعه واعره فيها دراري صناع محتوى واعرين بزاف بزاف كيحطوا على مدار اليوم في المجموعه. نخلي لكم اللينك ديال المجموعه الا بغيتو تنضموا لينا ديروا سويبا. ان شاء الله نديروا قناه جديده باسم سنايبرز تيم اللي غادي يكونوا فيها دراري من هذاك الجروب ديالي الجروب اللي بدينا فيه شحال هادي صناع محتوى اللي واعرين ويستاهلوا السيبور غادي تبداو يتحطوا فيها يعني فيديوهات على مدار اليوم على مدار اليوم يتحطوا فيها دراري اللي واعرين. البريه تقول عزيزي المواطن باللي في الفندق اللي راني فيه المطاعم غادي ينحلوا يوم الاحد كما كانوا بكري، الصاله تحديد غادي تنحل كما كانت بكري. ما قري عمري ما دخلت الصاله تحديد بصح غادي ندخل سكاره كل بنت لي هكا نزك. على الاسف بزاف الناس حسبوا البريه هي غادي نولي الجزائر، على الاسف شوف راه مناسيني كاع. المهم مادام غادي يحلوا الاردن الحمد لله، راني قاعد نشم قلقني انا خلي حتى يحلوا الجزائر.